ها؟ خبرني شو قصتك؟ بيك شي؟ انت بخير؟ شو؟ شو صاير لصوتك؟ يلا أميرة ياسمين، هلا اجا دورك انت. ياسمين، 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 شو القصة؟ ليه أنت عم تطلع فيي بهالطريقة؟ في حدا يقول لي شو عم بصير؟ خليني قلك أنا يا أميرة ياسمين، من اليوم ورايح وكل ليلة علاء الدين رح يتحول لنص إنسان ونص وحش، وإنت رح تهربي منه يا أميرة ياسمين. وكل صبح كمان علاء الدين رح يهرب منك. بتمنى انه ما يكون عندك ولا اعتراض على الدواء يلي حضرته. اكيد لا يا ياما، اكيد لا. عجبتني كتير الحيلة يلي خططت لها لتفرق ياسمين وعلاء الدين عن بعضهم. بهالطريقة ما رح يقدروا يتقابلوا ابدا ورح يعيشوا بعذاب. ياسمين، علاء، علاء الدين، ما بقى تجرب تلمسني، ما تلمسني. ياسمين، جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.